السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في موقع لالا بلوس. اليوم خرجنا الشوارع المغربية، بغينا نسولوا الناس الرجال واش يقدروا يتزوجوا بمرأة كبر منهم في العمر، والنساء واش يقدروا يتزوجوا براجل صغر منهم في العمر. نشوفوا الأجوبة ديالهم. تقدر تزوج بمرأة صغر كبر منك في لاج؟ لا امبوسيبل، حيت سي با لي ميم جينيراسيون. ماشي بشي اج كبير كاع، سا ديبون 3 ans 2 ans. 3 ans 2 ans عادي برمني في لاج نتزوج بها علاش لا، عادي جدا ما كاين مشكل. تحب كيضحكوا ما تيقوكش، مرفوع عليهم القلم هذا. نتزوج بها علاش لا، والديك يبغيو عادي، والديك يبغيو يبغيو والدي علاش ما يبغيوش، حاجه انا باغيها. كبر منك بخمس سنين ولا ست سنين سبع سنين؟ خمس سنين ما عرفت سابو، مي كبر مني بكثر من خمس سنين لا، حيت سي با لا ميم جينيراسيون، ما غنتفاهموش في لاج، ما غنتفاهموش حتى في المونتاليتي. جاتك واحد السيده كبر منك في العمر بغات تزوج بك، تزوج بها ولا لا؟ تزوج بها، ما عندكش مشكل. الرسول صلى الله عليه وسلم راه واخد ما كبر منه، بلا الاسلام حنا سامي حنا مسلمين، اللي واخا تكون فايتاني بربع سنين ولا ثلاث سنين ولا عامين ناخذها، ما كاين حتى شي مشكل. تقدري تزوجي بواحد الشخص صغر منك في العمر؟ بالنسبه لي لا، كيكونوا دي بروبليم، كتكون الهضره بزاف، دونك الهضره من امين وراجل كيعرف. لقيتي في المواصفات اللي كتمنيها؟ يعني راجل مزيان، خدام مزيان، كل شيء مزيان، لا علاش؟ بالنسبه لي انا لا والو والو. واخا تكوني جوج عامين مثلا بيناتكم، واخا حتى شهر سنين سبع سنين، لا ما نقدرش. علاش ما تقدرش تجوج بوحده كبر منك؟ هكاك عقليتي قالت لي ما نتزوجش بوحده كبر مني. عقليتك واخا تكون عمرها هذا الله يعمرها وزوينه زوينه وكلشي. واه نقدر، فهمتي؟ على حسب، خاصو يكون ود الناس مؤدب ويتهلا فيا، فهمتي؟ ونقدر هذاك الساعه كما بامكاني نتزوج بشي واحد كبر مني نقدر، ولكن ما يكون صغير عاوتاني بزاف باش ما يوقعوش لي مشاكل من بعد. انت عارفه حنا المغاربه وسيغشو العرب، هذه مزوجه بدري صغير كذا، هذه كيبقاو عوائق ومشاكل من بعد. خمس سنين ست سنين لكن إذا كانت عند القرمومة مرحبا بها. شي قرمومة؟ فلوس لاقة عند الفلوس؟ تكون شي ميمة مليحة، فهمتي؟ كاينين 30 عام 40 عام هادي ما كاينش مشكل، كلشي مات بقى والو مي مات. كاين عندها الطروبيل والدار وداكشي تجوج بها، والحياة الساعدة ديك الساعة. تكون كبر منك 10 سنين هانية، ماشي مشكل. الآن نعرفوا الآن هذا نداء عاجل. كاين شي واحدة مرحبا في أي وقت الوصول. شحال زعما شحال الفرق مثلا خاص يكون؟ تقريبا بحال عام عامين، شي ربع سنين خمس سنين على حسب. بالنسبه لي انا مع انفورم هذا ما نقدرش ناخذ شي واحد يعني صغر مني بزاف، ما نقدر نبان معاه بحال ماما بحال، فهمتي؟ وعاوتاني داكشي على حسب، على حسب الاراده والشخص، وعاوتاني داكشي شوفي واش كاين شي حب ولا كان كيحبك كيموت عليك. نقدر ما عنديش مشكل. بخمس سنين الفوق، خمس سنين ناخذها الفوق. خمس سنين، خمس سنين راه غتولي راه صافي، راه وليت الام هذه.